عليكم. سعيده بزاف بالتواجد ديالي اليوم في المهرجان الدولي لفيلم المراه بمدينه صلا. كاينين بزاف ديال الناس حاضرين معنا وفرحانه اكثر حيت مشاركه بفيلم سينمائي اللي هو فيلم 15 جور للمخرج فيصل حليمي. حد موفق لجميع الافلام اللي مشاركه وشكرا مره اخرى على الدعوه. هذا المشهد بان المراه كتحتاج المهرجان كل عام باش تتكرم. المرأة كتحتاج المهرجانات على طول العام، ماشي غير مرة واحدة في العام ولا جوج ولا ثلاثة. المرأة هي كل شيء، وتحية كبيرة للمرأة وتحية كبيرة للأمهات سورتو. ندى شنو تبغي تقولي للجمهور ديال مدينة صلا؟ شكرا بزاف على الحضور ديالكم اليوم. صراحة تفاجأت، لقيت بزاف ديال الناس جايين حاضرين معنا. دونك فوالا شكرا، وكنتمنى ان شاء الله يعجبهم الحال. اولا السلام عليكم. هذا مهرجان كبير 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 بزاف لانه كيهتم بالمراه المغربيه، هذا هو الاساس. وانا فرحانه بزاف ولي الشرف انني غنكون من المكرمات في هذا المهرجان. هذا شرف ليا وشرف المراه المغربيه، ونتمنى له مسيره موفقه. وشكرا كل ما فكر فيا في هذا المهرجان. شكرا. انا كنهني جمعيه بير كراك على هذه المبادره الطيبه، وأتمنى لمهرجان المرأة السينما المرأة الاستمرارية. وحقيقة أن مدينة صلا تحتفل بهذا المهرجان المرأة السلاوية خاصة والمرأة المغربية عامة، فأمنيتي أنه تكون الاستمرارية لهذا المهرجان. أنا فرحانة بزاف لأنه اليوم أنا في صلا في مدينتي مدينة صلا مع جمهور صلا الكريم، والتكريم ديالي في مدينة صلا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. وواي شوفي أن المرأة يعني كتحتاج في المهرجان كل عام باش تكرم. بطبيعة الحال المرأة تستاهل كل تكريم وكل احترام، وهذا الشيء علاش مدير مهرجان صلا للمرأة. المهرجان ديال صلا زوين وتيفرح لانه مهرجان ديال المراه، وعرفتي احنا ضروري من المراه. والله يعز العينات الله يعز العينات. وهذا مهرجان اللي تيفتخروا به المغاربه كفنانه وحتى الشعب المغربي تيعجبو هذا المهرجان ديال صلا، لانه هو تيفتخر بمهرجان اللي هو تيكرم الام ديالنا والاخت ديالنا والمراه ديالنا، وكل شيء تيكرمها بهذا المهرجان. وشكرا لكم جميعا، وتنشكروا الناس اللي ساهرين على هذا المهرجان، وتنقول لهم برافو برافو، وموعدنا معكم السنه الجايه ان شاء الله. مهرجان دولي لفيلم المرأة في الدورة 15 كي يكرم النساء ديال السينما الإفريقية، لا سيما على أنه هذه الدورة ما يميزها هو الانسجام ديال المهرجان مع الاحتفال ديال العاصمة الرباط بالثقافة الإفريقية، وأيضا هذا العمق الإفريقي المتجذر في تاريخ المملكة المغربية. فهنيئا المنظمين لأنه هذه التفاتة رائعة جدا. البلد الضيف هذه الدورة هو الشقيقة السنغال اللي كنعرفوا أنه كتجمعنا فيها طبعا علاقات رائعة ديال الأخوة وديال احترام، وبرمجة سينمائية عموما، برمجة اللي كتساعد الجمهور المتذوق والناس ديال السينما بجودة جدا جدا عالية. فهنيئا جمعية أبي رقرق العتيقة بهذه الدورة 15، وهنيئا أهل صلا بهذا العرس السينمائي. مرحبا بكم في مهرجان المرأة بمدينة صلا. هذا المهرجان اللي كتنظمه جمعية أبي رقرق، والمهرجان بطبيعه الحال خدا واحد الصدى كبير على مستوى العالم العربي وعلى مستوى افريقيا. كيشاركوا فيه مجموعه من النجوم الفنانين الكبار، والفكره يعني فكره رائعه، وهي الاحتفاء بالمراه التي نعتز بها كل اعتزاز. فهنيئا لمدينه صلا، وهنيئا لجمعيه ابي رقراق، وشكرا للمنظمين الذين أبوا وقاموا بمجهودات جبارة لوصول هذا المهرجان إلى المكانة الكبيرة التي يليق بها والذي تعتز به مدينة صلا كل الاعتزاز. وشكرا للإخوان الصحفيين على هذه التغطية وعلى هذه المتابعة، ونتمنى أن يكون هذا المهرجان في حسن ظننا جميعا. وشكرا لكم. الجديد ديالي عندي برنامج في التلفزيون، غتشوفوني لاول مره كنقدم وكنغني وكننشط برنامج تلفزيوني العنوان ديالو بين البارح واليوم،
غادي يدوز نهار السبت ان شاء الله مع الثلاثه الاهرب. بغيتكم تشوفوه وغنكون سعيد بالملاحظات ديالكم وبالتوجيهات ديالكم. السلام عليكم، معكم كوثر ابيطار مدينه سلا ميس اطلس 2021. اليوم ان شاء الله جيت شرف لي اليوم جيت لعيد المراه. التجربة ديالي ان شاء الله ديت لقب ملكه جمال اطلس وفرحانه بزاف وفرحانه اليوم حكينا هنايا وهذا الشيء ما كاين. وشكرا بزاف ونشكر المانجر ديالي ماجد التازي وهذا الشيء ما كاين وشكرا ماجد التازي. سعيدة اكيد بي جدا وبحيي المرأة المغربية وتعيش المغرب دائما في خير وسلام وامان ومحبة. احب المغرب، هي العيب فنان. بحب المغرب جدا، بحب المهرجان المرأة وتحكي المرأة وتعيش المغرب. شكرا لك. سعيدة بي جدا جدا وانا سعيدة بالمهرجان لان النهاردة المرأة هي اساس المجتمع ولازم نشوف قضاياها ومشاكلها عشان المجتمع يبقى في الاحسن دايما. اليوم انا كنا في مهرجان المراه بسلا، فرحانه انني كنت متواجده في هذه الدوره كرئيسه لجنه تحكيم سينمائيين شباب او السينمائيات الشابات، فكنشوفوا فيستيفال ناجح بزاف وكنشكرهم كنشكر المنظمين لانهم كيحتفيوا بالمراه في هذا المهرجان هذا. بيان سور كنشوف ان يعني السينما المغربيه ولا السينما اون جينيرال غاديه بتقدم كبير بزاف، والسينما يعني المراه حتى هي عندها واحد صدى كبير عند الجمهور والناس كيحبوا يشوفوا المراه كعنصر قوي في الفيلم في الافلام اللي متواجده. فكنت من حد موفق سعيد لجميع المشاركات اللي كاينين في هذا المهرجان. بالك ان المراه كتحس كل عام المهرجان تكرم. لا المراه دائما عندها تكريم. فالمرأة ما محتاجاش تكرم من عند شي حد لان هي خاصها تكون عارفه قيمه راسها وتكون عارفه راسها اشنو كدير. فكنقول لهم ثقوا في راسكم سواء كانت ممثله ولا ربة بيت ولا اي انسانه كيف ما كانت فانتيا مقدسه. انا كنحماق على النساء. المرأة في الفن واخد حقها. غاديه كتاخد حقها، غاديه كتاخد حقها، حتى شي حد ما يقدروا نقولوا خايد حقه. الانسان كيبقى غادي وكيجتهد وكيتعطاه وقت اكثر، فكنشوف ان المراه غاديه كتاخذ حقها اكثر. كنقول الجمهور ديال سلا كنحماق عليهم. تبارك الله السينمائيين بزاف وكيجي وكيتفرجوا وتبارك الله عليهم والناس اللي منظمين. Thank you.